وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف من القاهرة سعادة النائب عبد الله بن خلف الدوسري، عضو وفد الشعب البرلمانية المشارك في المؤتمر. سعادة العضو، أهلا بك في نشرة الثالثة. هل لك أن تطلعنا على أهم ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أبين أن مشاركة الشعب البرلمانية لمملكة البحرين وترأس معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة المجلس، رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، والكلمة التي تفضلت بها معاليها، إلى جانب الكلمة التي تفضلت بها سعادة الأخت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى باسم السلطة التشريعية لمملكة البحرين، قد أعطت صورة واضحة عن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، إلى جانب ما تتعرض إليه المقدسات الإسلامية والمسيحية من تحديات خارجة عن نطاق القانون، وهو ما تم التعبير عن رفضه واستنكاره بشكل صريح. والحمد لله أيضا عبر وفد الشعب البرلماني اليوم أيضا عن موقف شعب مملكة البحرين المساند للسلطة الفلسطينية ورفض العنف والتعدي على حقوق الإنسان أو الصحافة، مؤكدين على أهمية تضافر دور البرلمانات العربية لدعم جهود الحكومات للوصول لحل عادل وشامل لهذه القضية ومساندة دور الجامعة العربية في هذا الجانب. نعم، سعادة النائب عبد الله بن خلف الدوسري، عضو وفد الشعب البرلمانية المشارك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك.